بالتالي خلينا نروح لخبر آخر من الأخبار المسائية. والأخبار هتلاقوها متشابهة بس احنا لازم نعرضها على حضراتكم. يعني في الحقيقة بيقول لك ايه، العرض مستمر، الأهلي ينقب عن مدير فني، تينكات وياروليم في الصورة وجروس وجوزيه خارج الحسابات. موضوع جوزيه يا جماعة يعني مش مطروحة، يعني الموضوع أصلا الراجل اعتزل والأهلي مفكرش في عودة مستر مانويل جوزيه. وبالمناسبة يعني بنسبة 99% تقريبا الأهلي لن يلجأ لأي مدير فني سابق قاد فريق النادي الأهلي، قاد تولي أو تولى مسؤولية الفريق يعني بشكل عام. أي مدير فني سابق ما أعتقدش أنه هيرجع دلوقتي بالتحديد في الفترة الحالية كمدير فني للنادي الأهلي.